الوحدة الرابعة الإضافات الأدميكستشرز. الإضافات هي أي مواد أخرى غير المواد الرئيسية المكونة للخلطة الخرسانية. مكونات الخلطة الخرسانية الرئيسية هي الإسمنت، الرمل، الحصمة، الماء. إذا تم إضافة أي مادة أخرى غير هذه المواد الأربعة فهذه المواد تكون إضافات أدميكستشرز. بتم استخدام الإضافات إما لتحسين الخلطة الخرسانية أو لترميم أي عيوب فيها أو لإبطاء أو تعجيل مدة الشكل للعنصر الإنشائي حسب الغرض المطلوب من هذا المبنى. في عندي شروط لاستخدام الإضافات. أول شرط أن لا تترك أثراً على سطح المنتج الخرساني، مثلاً أن لا تترك لون عليه. أن تفي بالغرض الذي أضيفت من أجله إلى الخلطة الخرسانية، وأيضاً أن تستخدم بنسبة معينة قليلة. نسبة الإضافات تتراوح من 1 إلى 3% من وزن الإسمنت. أن لا تؤثر على الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية لمكونات الخلطة الخرسانية. مادة الإضافات يجب أن تكون لا تؤثر على مكونات الخلطة الخرسانية، وأن لا تكون مكلفة فتزيد من كلفة العنصر الخرساني، وأن لا يؤثر استخدامها وتداولها على صحة الإنسان. ما الهدف أو الغرض من إضافة الإضافات الأدميكستشرز؟ تحسين قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية، بتصير الخلطة الخرسانية سهلة النقل والصب والوضع في القوالب. تعجيل أو إبطاء عمليات الشك في الخلطة الخرسانية. التخلص من الماء الزائد وملء الفراغات في الخلطة الخرسانية. إذا صار في عندي عيب أثناء خلط الخلطة الخرسانية بحيث أنه تم إضافة ماء زائد، ممكن أني أنا أعالج هذا الموضوع بأني أضيف مادة من الإضافات الأدميكستشرز عشان أتخلص من الماء الزائد وأملأ الفراغات في الخلطة الخرسانية. تقليل بعض الظواهر المصاحبة أثناء خلط وصب الخرسانة وتصلدها. مثلاً أثناء صب كتلة خرسانية كبيرة سيتم انبعاث كمية عالية من الحرارة، فأنا بدي أستخدم بعض الأدميكستشرز عشان تقلل الحرارة المنبعثة أو تقلل التقلص والتمدد أو تقليل النضح أو تقليل بعض التفاعلات الكيميائية أو تقليل نفاذية الخرسانة للسوائل. في عندي بعض أنواع الإضافات تستخدم لمنع صدأ الحديد وزيادة قوة الربط بين قضبان التسليح والخرسانة، وممكن أني أنا أستخدم الإضافات كي أحصل على خرسانات مختلفة لأعمال مختلفة حسب ما هو مصمم للخلطة الخرسانية، وأيضا من أجل تقليل كلفة الخرسانة. هذا الغرض من الإضافات وشروط استخدامها. هلا بدنا نتعرف كيف أنا بضيف الإضافات للخلطة الخرسانية. ممكن أثناء طحن مادة الإسمنت، أثناء عملية طحن الكلينكر أضيف الإضافات إلى هذا الإسمنت، وبسمي الإسمنت بيكون نوعه تبعا لنوع الإضافات اللي أنا ضفتها. يعني لو ضفت لمادة الإسمنت أثناء عملية الطحن مادة تبطئ عملية الشك، بصير هذا الإسمنت شو بسميه؟ إسمنت بطيء الشك. تمام؟ لو ضفت مادة تقلل الحرارة المنبعثة من التفاعلات بصير اسم الإسمنت حسب اسم المادة اللي تم إضافتها. ممكن إذن كيفية إضافة الإضافات أثناء الطحن، ممكن بعد الطحن أقوم بإضافة الإضافات، وممكن يكون نوع الإسمنت عادي أثناء الخلطة الخرسانية أضيف الإضافات إليها في أثناء عملية الخلط للمواد المكونة للخلطة. هلأ تصنف الإضافات كالتالي. في عندي إضافات تحسين قابلية التشغيل. تمام؟ أنواع الإضافات. أول نوع إضافات تحسن قابلية التشغيل.
قابلية التشغيل المقصود فيها يعني سهولة الخلط، سهولة الدمك، سهولة النقل، سهولة الوضع في القوالب، بتكون التشغيل للخرسانة جيد. فأنا عشان أحسن قابلية التشغيل للخرسانة بدي أضيف إلها إضافات، ممكن إنها تكون مسحوقة ناعما وممكن إنها تكون مبللة. هلأ المواد المسحوقة ناعما تحسن قابلية التشغيل وينحصر عملها في تسهيل عملية خلط ونقل وصب الخرسانة في قوالبها دون حدوث فصل في مكوناتها أو ظهور ظاهرة النضح. ظاهرة النضح يعني بتنفصل الحصمة اللي لها وزن ثقيل، بتنفصل عن المكونات الخفيفة اللي هم الإسمنت والرمل والماء. فأنا لما أضيف مواد مسحوقة ناعما كإضافات تحسن قابلية التشغيل، بتمنع انفصال في مكونات الخلطة الخرسانية. من هاي المواد المستخدمة في عندي مسحوق خبث الأفران، وفي عندي الجير المطفأ، وفي عندي الكاولين. هدول الثلاث مواد تحسن قابلية التشغيل للخرسانة وتكون مواد مسحوقة ناعما. هلأ أيضا المواد المسحوقة ناعما ينحصر عملها في الخلطات الخشنة. في عندي أماكن صب في العقدات أو في العناصر الإنشائية بيكون فيها الحديد متشابك، فيصعب إضافة حصمة مقاسها كبير إلها، ما رح تستطيع إنها تمر خلال أسياخ الحديد. فشو بعمل؟ بدي أستخدم فيها إسمنت خشن، فعشان أعوض وجود الحصمة، أعوض النقص للحصمة، بدي أستخدم إضافات لهاي الخلطات الخشنة، وخاصة في الأماكن التي يتشابك فيها حديد التسليح كثيرا كالجسور العميقة الساقطة مثلا. هاي بالنسبة للمواد المسحوقة ناعما. خلينا نشوف هلأ المواد المبللة. المواد المبللة ينحصر عملها في زيادة نسبة الرطوبة في الخلطة، تعطي الخلطة رطوبة إضافية من غير ما تزيد التفاعلات. يعني أنا لو بدي أضيف الماء رح تزداد التفاعلات بين الماء والإسمنت، فبتقل قوة ضغط الخرسانة. فبضيف إضافات لهاي الخلطة الخرسانية بحيث إنها تصبح الخلطة الخرسانية رطبة من غير ما تقل قوة ضغط الخرسانة. وأيضا إبعاد حبيبات الحصمة بعضها عن بعض، يعني بتسهل امتزاج حبيبات الحصمة مع الإسمنت، وتقليل التوتر السطحي لحبيبات الحصمة والإسمنت. كيف إنها بتعمل يعني على تحسين قابلية التشغيل للخلطة الخرسانية. من الأمثلة على هذه المواد المبللة التي نضيفها من أجل تحسين قابلية التشغيل عندي أملاح الكربوهيدرات، الكربوهيدرات سالتس، وتضاف بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 × 10000 من وزن الإسمنت. احنا حكينا الإضافات بتكون من 1 لـ 3% من وزن الإسمنت. هلأ أملاح الكربوهيدرات يجب أن لا تتجاوز 5 × 10000 من وزن الإسمنت. وعندي كمان المركبات العضوية المعاملة بحامض السلفونيك. طيب هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع الإضافات وهي المواد المسحوقة ناعما. هلأ في عندي حكينا المواد المسحوقة ناعما، النوع الأول منها حكيناه، وحكينا المواد المبللة. هلأ هذا النوع الأول اللي هو المستخدم من أجل إضافات تحسين قابلية التشغيل. هلأ بدنا نأخذ عن إضافات بسميها إضافات الهواء المحبوس. الهواء المحبوس هو عبارة زي فقاعات من الهواء بدي أحاول إني أدخلها داخل الخلطة الخرسانية. هاي وظيفتها تقليل ظاهرة النضح والانفصال الحبيبي لحبيبات الحصمة، يصير يعني توزيع حبيبات الحصمة في الخلطة الخرسانية، وزيادة قابلية التشغيل بتسهيل انزلاق الحبيبات، وتقليل ظاهرة التجمد في الأجواء الباردة، وزيادة التحمل مع الزمن.
هاي حسناتها، ولكن في إلها سيئات، إنها بتقلل مقاومة الخلطة الخرسانية، تضعفها. ليش بتضعفها؟ لأنها تعمل على إدخال الهواء وحبسه أثناء وجودها في الخلطة. هلأ هاي الفراغات أو الهواء اللي بدي أضيفه بدها تكون من 3.5 لـ 6% بالحجم. يعني أنا زي كأني بدي أدخل هواء داخل الخلطة الخرسانية. طب لما نتجف الخلطة الخرسانية رح يضل مكانه فراغات، فلما تكون الخلطة الخرسانية بتحتوي على فراغات، هاي الفراغات لا رح تضعف مقاومة الخلطة الخرسانية، فيجب أن لا تزيد نسبتها عن 6% بالحجم. بحكي لنا هون عند استخدام هذه الإضافات بيطلع عنا فقاعات صغيرة تنتشر خلال الخلطة الخرسانية بإحدى الطرق الآتية. ممكن هاي الإضافات تكون عبارة عن استحداث رغاوي أثناء خلط الخرسانة بواسطة بعض المواد الراتخبية أو الزيوت أو الشحومات النباتية والحيوانية، وبعض العوامل المبللة التي تطرقنا لها سابقاً. وممكن كمان إضافة مواد تتفاعل مع الإسمنت عند إضافة ماء الخلط مثل بيروكسيد الهيدروجين. هذا لما يتفاعل مع الإسمنت نتيجة التفاعل بتكون عبارة عن فقاعات من الغاز بتعمل وظيفة الهواء المحبوس. طيب هلأ في عندي كمان إضافات الغاز المحبوس. الغاز كيف بدي أضيفه؟ بدي أضيف مواد للخلطة الخرسانية تتفاعل مع الماء مولدة غازات. هاي الغازات تساعد في رفع حبيبات الحصمة الكبيرة إلى أعلى، فتمنع ما يسمى بالتعشيش أو الفراغات في جسم الخرسانة. إضافة الغاز المحبوس هو عبارة عن إضافة مواد تتفاعل مع الإسمنت بوجود الماء. نتيجة التفاعل بتكون عبارة عن غازات. هاي الغازات وظيفتها ترفع حبيبات الحصمة الثقيلة الوزن للأعلى. لما ترفع حبيبات الحصمة الثقيلة للأعلى تمنع ظاهرة التعشيش في جسم الخرسانة. من الأمثلة عليها مسحوق الألمنيوم والزنك وفوق أكسيد الهيدروجين، وينتج غاز الهيدروجين. يعني لو أنا استخدمت غاز الهيدروجين كغاز محبوس فينتج نتيجة للتفاعل الكيميائي الذي يحدث بينه وبين القلويات الموجودة في الإسمنت. هلأ في عندي أنواع من أنواع الإضافات بسميها إضافات تعجيل الشك. إضافات تعجيل الشك يكون الهدف من إضافتها هو تقليل زمن الشك. زمن الشك هو الزمن، في عندي زمن شك ابتدائي وزمن شك نهائي. زمن الشك الابتدائي حكينا ممكن أنه يصل لعشر ساعات. زمن الشك النهائي حكينا الوقت تبعه، واللي هو من خلاله بتبدأ الخرسانة بالتصلب وبتتصير تتحمل الأوزان الساقطة عليها. لما أنا بدي أعجل الشك يعني بدي أقلل زمن الشك، يعني بدل ما يصير من 8 ل 10 ساعات بده يصير أقل من هيك. ولما يقل زمن الشك بده يزيد معدل التصلد والمقاومة للخرسانة. هلأ هاي متى أنا بستخدم إضافات تعجيل الشك؟ في المناطق الباردة غالبا حتى لا تتجمد المياه المستعملة في الخلطة. الأماكن الباردة جدا لو بدي أتركها تجف مع الظروف الجوية ممكن الماء اللي موجود في الخلطة الخرسانية يتجمد وما تصير التفاعلات في هاي الخلطة لا تكتمل. فأنا بضيف لها إضافات admixtures تقوم بتعجيل الشك حتى لا يتجمد الماء في الخلطة. هلأ من حسناتها تقليل زمن إزالة وفك الطوبار. لما توصل القالب الخرساني لا الصلابة المطلوبة بصير أنا لازم أفك الطوبار اللي عليه. فلما أستخدم إضافات تعجيل الشك بدي أقلل زمن إزالة وفك الطوبار، وأيضا الإسراع في استخدام المنشأ وتقصير مدة معالجة الخرسانة. يعني هدفها هدف سرعة وإنجاز العمل بوقت قليل. هلأ من الأمثلة عليها كلوريد الكالسيوم، نسبته من 1 لـ 3% من وزن الإسمنت.
إذا استخدمت هاي الإضافة في المناطق الحارة يتوجب تغطية العناصر الإنشائية عشان أتجنب احتمال حدوث تصلب الخرسانة قبل الوقت المناسب. يعني أنا رح يكون في عندي في المناطق الحارة عاملين يساعدوا على تقليل زمن الشق، وهو الحرارة من الجو والمواد المستخدمة اللي هي الإضافات، تقليل زمن الشق. فبالتالي يجب أني أغطي القالب الخرساني عشان أمنع حرارة الجو إنها توصله ويصير عندي تصلب الخرساني قبل الوقت اللازم لذلك. هلأ في عندي إضافات مبطئات الشك تعمل عكس عمل الإضافات تبع تعجيل الشك. كيف؟ بيكون الهدف من إضافتها إبطاء زمن الشك، يعني بدل ما يكون 10 ساعات يصير 12 ساعة ولكن بكميات محسوبة إلى الإسمنت المستخدم في تصفيح آبار البترول لسد الطبقات المسامية التي تستهلك كمية كبيرة من طينة التبريد، وممكن كمان للحصول على خرسانة ذات حصمة بارزة لاستخدامها في الواجهات، يعني كأعمال ديكورات مثل واجهة مطار الملكة علياء الدولي. لما أنا أستخدم مواد مبطئة للشك بتصير الحصمة تبرز على وجه الخرسانة، فبالتالي بتعطي منظر جمالي كديكور. من الأمثلة عليها كبريتات، بروميدات، نترات الكالسيوم، وكبريتات النحاس، كبريتات الألمنيوم. طبعا نسبتها لازم تكون من 5% ل5.1% من وزن الإسمنت. في عندي نوع من الإضافات بسميه الإضافات الطاردة للمياه، يكون الهدف من هذه الإضافات منع الخرسانة من امتصاص المياه الخارجية أو السطحية. مثلا لو أنا بدي أصب الخرسانة في منطقة مثلا قواعد تحت البحار أو في منطقة قريبة من الماء مثل أنهار، بدي أمنع الخرسانة أنها تمتص الماء الجاري عليها، فبدي أستخدم للخرسانة إضافات، هاي الإضافات تمنع الخرسانة من امتصاص المياه الخارجية. نسبتها تتراوح من 1/10 ل2/10% من وزن الإسمنت. من الأمثلة عليها مادة التلاو والإستيرات المعدنية. من أنواع الإضافات في عندي إضافات مالئة للفراغات. هاي الإضافات لو صار عندي خلال الخلطة الخرسانية فراغات وحاولت أني أنا أعالج هاي الفراغات، بضيف إضافات مالئة للفراغات بتتكون مادة جيلاتينية داخل الخلطة الخرسانية تملأ الفراغات، وكمان ممكن أضيف مادة خاملة تسد هاي الفراغات. من الأمثلة عليها سيليكات البوتاسيوم كلوريد الألومنيوم، سيليكات الصوديوم، كبريتات الزنك. يمكن اعتبار هذه الإضافات هي إضافات مانعة لنفاذ الماء. طبعا أنا ممكن يكون الهدف منها إذا بدي أمنع تسرب الماء خلال الخلطة الخرسانية بضيف هاي الإضافات لحتى تسد الفراغات بشكل كامل وتمنع نفاذ الماء. ممكن تكون إضافات أستخدمها كشكل جمالي يكون الهدف منها تلوين الخرسانة. فشو بعمل؟ بصب طبقة رقيقة على سطح الخرسانة العادية، فبتحول سطح الخرسانة العادية للون الإضافات اللي أنا ضفتها، ويستخدم لأغراض معمارية. هلأ شروطها، يجب أن تكون المواد الملونة خاملة كيميائيا، ما تقوم بعمل تفاعلات بين الإسمنت وهكذا، وأن لا يتغير لونها مع الزمن. من الأمثلة عليها ثاني أكسيد المنغنيز بيعطي اللون الأسود والرمادي، وأكسيد الكروم بيعطي اللون الأخضر. هلأ هاي المواد الملونة نسبتها يجب أن لا تتجاوز 10% من وزن الإسمنت. أما من سيئاتها ممكن إنها تحدث إضعاف في مقاومة الخرسانة، تقلل من مقاومتها.